أثبتت الأزمات التي تمر بها بلدان عالمنا العربي صعوبة وتعقيد مهمة المبعوث الدولي. من سوريا إلى ليبيا مرورا بالعراق واليمن وغيرها من الدول العربية، لم يحالف الحظ أي مبعوث للأمم المتحدة في جلب السلام والاستقرار لأي بلد. أين يكمن الخلل؟ هل في طبيعة منطقتنا أم في طبيعة المهام المناطة بالمبعوثين الدوليين؟ في جزئنا الثاني نتساءل، هل تصطف الأمم المتحدة إلى جانب حكومات المنطقة أم الشعوب؟ وهل التعيين تعيين المبعوثين الدوليين يتم بناء على الكفاءة أم على حسابات الرضا والقبول؟ أما في القسم الأول فنناقش ملفي اليمن وظهور الإعلامي المتكرر لبشار الأسد في وسائل الإعلام الغربية. أعلن قبل قليل انتهاء عملية عاصفة الحزم العسكرية وبدء عملية جديدة اسمها إعادة الأمل. جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات لحسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني، قال فيها إن إعلانا لوقف لإطلاق النار في اليمن سيتم في وقت لاحق من اليوم. هل حققت عاصفة الحزم أهدافها؟ وما هي الخطوة التالية للسعودية؟ سنتحدث أيضا عن التعزيزات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى خليج عدن. ضمن أي سياق توضع هذه التعزيزات؟ حماية الملاحة العالمية أم قطع الطريق على تهريب شحنات أسلحة إلى الحوثيين؟ في ساعتنا الأولى أيضا نناقش الظهور الإعلامي المتكرر للرئيس السوري بشار الأسد في وسائل الإعلام الغربية. قنوات فرنسية وبريطانية وأمريكية ذهبت إلى دمشق والتقت الأسد فاتحة له نافذة على الغرب. ما هي الرسائل التي يمكن أن تقرأ لحضور الأسد المتكرر في وسائل الإعلام الغربية؟